إذن بعد الويكند الماطر اللي شهدناه فينا نقول إنه الطقس رجع تحسن، رح يبلش يتحسن تدريجيا ابتداء من اليوم، من اليوم بعد الظهر. الليلة الحرارة ببيروت عم بتسجل 16 درجة، 4 درجات بالأرز، 13 طرابلس، 8 بعلبك و14 سور. بكرة الطقس عم بيكون مشمس إلى قليل الغيوم، بكرة 24 درجة ببيروت، 9 بالأرز، 23 طرابلس، 20 بعلبك و23 درجة بسور. رياح لبكره عم تكون شماليه غربيه، حال البحر معتدل ارتفاع الموج، حراره المي 24 درجه، اما نسبه الرطوبه فعم تتراوح بين 60 و80%. طقس الايام اللي جاي على شكل التالي لبكره الثلاثاء 24 درجه، الطقس عم بيكون صافي ومشمس، لنهار الاربعاء 25 درجه، الطقس عم بيكون قليل الغيوم، بعد الظهر بتحول الى غائم بسحب مرتفعه، بتستقر الحراره على 25 درجه لنهار الخميس، تنرجع نهار الجمعه ترجع الحرارة تنخفض ل 22 درجة، والطقس عم بيكون غائم مع أمطار متفرقة، يعني بتبلش الأمطار بالويكند الجاي. بنبقى هلا مع صورة اليوم. رح تتعب العواصف تجي وتروح وناري باقية ما بتنطفي. هذا كان كل شيء بنشرتنا، عودة لعندك ماريو ونيكول. شكرا فاديو.